السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كلكم لقاكم هذا الفيديو دائما بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت باش نقدم لكم حالة المرايا. بصراحة شحال هذه ما صوبتها، ومني بغيت نصوبها قلت نصورها لكم. فخديت هنا 4 ديال البيضات، غادي يبان لكم تما المحاح كثارين لانني لقيت في كل بيضة 2 ديال المحاح تبارك الله. درت عليهم كاس ديال السكر سنيدة، فدائما كتعبروا بالكاس ديال العنبة. وبالنسبه للبيض كيكون دائما في درجه حراره ديال المطبخ. غادي نخلطهم غير واحد شويه، ماشي ضروري البيض مع السكر سنيده يضعف الحجم ديالهم ويولي بيض. فغير كتخلطوا واحد شويه، من بعد كتبقاو تضيفوا شويه بشويه كاس ديال الزيت، كتعبروا دائما بنفس الكاس. غادي نمشي دابا نضيف كاس ديال الحليب وغادي نخلط من طبيعه الحال. فبالنسبه لهاد المكونات ديال الكيك ديال حاله المرايا، فانا ضعفت المكونات لانني غادي ندير حاله المرايا الحجم ديالها كبير. خديت هنايا 2 معالق كبار ديال الكوك اللي هو جوز الهند، وحمرته شي شويه في هاد المقله وضفته كيف ما كتشوفوا، كيعطي واحد المذاق زوين للكيك ديال حاله المرايا. قبيصه ديال الملح. بالنسبه للاخوات المبتدئات غادي تلقاو دائما المكونات مكتوبين في صندوق الوصف. غادي نضيف دابا 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، من طبيعه الحال غادي نغربلو باش ما يديرش ليا الكويرات في الكيك. صافي غادي نخلط مزيان هاد المكونات كامله اللي ضفت مع الكاكاو المر. فملي كيكون عندي حتى الكاكاو الحلو كنضيف ملعقه من الكاكاو الحلو حتى هو كيعطي الكيك واحد المذاق اللي هو زوين. ضفت هنايا كاس ديال الدقيق الابيض، دقيق الفورز. بالنسبه لهاد الكيك غادي نحتاجو 2 ديال الكيسان ديال دقيق الفورز. كنخلطوا الكاس الاول مع المكونات حتى كينسجم، وغادي نمشي باش نضيف الكاس الثاني. 2 ديال الخميرات حمرين اللي هما بيكين باودر. صافي وغادي نخلط المكونات حتى كنحصل على القوام ديال الكيك بهذا الشكل. من بعد خديت هنايا المول اللي كيدخل الفران، من طبيعه الحال فرشت فيه ورق الزبده، فكيف ما كتشوفوا المول اللي درت انا كيتحل وكبير بزاف. الا بغيتوا ديروا غير المول اللي هو صغير فكديروا نصف الكمية ديال الخليط ديال الكيك. من بعد كنوضع الخليط ديال الكيك في المول، وغادي نحاول نبسطو بهذه الطريقه باش كيجيني الكيك ديالي مقاد السطح ديالو. بالنسبه للاخت اللي سولتني على الطريقه ديال الطياب ديال الكيك في الفرن الكهربائي، فانا الصراحه كنشعل الفرن من الفوق ومن الاسفل، وكنحط الكيك كتجي من الجهه التحتانيه كامله باش هكا كيطيب لي على خاطرو. ودرجة الحرارة فمن طبيعة الحال كيكون على درجة حرارة 170 درجة. كنخلي الكيك ديالي حتى كيتنفخ وكيطيب من الأسفل، ومن بعد كنطلعو على ديك الشبيكة الفوقانية وكنخليه كيزيد كيتحمر غير واحد شوية وكنخرج الكيك ديالي. فغادي نخلي دابا الكيك ديالي في الفران، وغادي نمشي دابا من طبيعه الحال غادي نوجد الطبقه الثانيه، لان كيف ما كتعرفوا حاله المرايا فيها الطبقه الثانيه كتدخل حتى هي الفران اللي كيكون سخون. عندي هنايا 60 غرام ديال الحليب بودره، غادي نضيف ليه نص كاس ديال السكر سنيده سكر حبيبات، وجوج ديال العلب ديال اليوغورت الطبيعي. فممكن تخلطوا هاد المكونات في الخلاط الكهربائي، فانا فقط كنخلطو بالخلاط اليدوي فهو كيتخلط بسرعه. غير هي ضروري ديرو سنيده اللي كتكون سنيده كتكون الحجم ديالها رقيق، فإلا كانت غليظه فما غاديش تذوب لكم وغادي تجيكم اللي غادي تاكلوا هاد التورته ديال حاله المرايا غادي تحسوا بالحبيبات ديال السكر سنيده. فخلط المكونات كيف ما شفتوا حتى كنحصل على الخليط بهذا الشكل. الكيك ديالي ها هو راه طاب تقريبا واحد 15 دقيقه اللي خليته في الفران وطاب بسرعه. فغادي نمشي دابا باش نضيف عليه الطبقه الثانيه، ومن طبيعه الحال انا طفيت على الفران وهو مازال سخون. غادي نخوي هاد الطبقه الثانيه وغادي ندخل الكيك ديالي مره اخرى للفران، وكل مره غادي نقيس هاد الطبقه الثانيه. الا ما لصقتش ليا في اليد ديالي وخرجت ناشفه
هكا كنحصل عليها واجده وغادي نخرجها من الفران. فإذا كانت مازال كتلصق لكم في اليدين خليوها مازال، اولا شعلوا عليها شي شويه الفرن من الفوق حتى كتنشف هذيك الطبقه الثانيه. غادي نمشيو دابا باش نوجدوا الطبقه الثالثه والاخيره. احتاجت هنايا بالنسبه للمكونات فيهم نصف لتر من الحليب، انا زدت على نصف لتر لانني دايره المول اللي هو كبير، 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، غادي نضيف عليهم 2 ساشيات ديال الفلون بنكهه الشوكولا. فانا كنستعمل العلبه اللي كتكون كبيره اللي فيها 65 غرام، ولكن ما لقيتهاش ولقيت غير هاد العلب اللي هما صغار، فاستعملت 2 ديال العلب، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، ولا كان عندكم حتى الكاكاو الحلو كتضيفوا حتى هو معلقه كبيره صافي. وغادي نضيف هنايا 2 معالق كبار عامرين ديال نشا الذره، فانا هنايا المعلقه الاولى ما درتهاش عامره لهذا ضفت واحد شويه. غادي نخلط المكونات وغادي نوضعها على نار وغادي نستمر مع التحرك حتى كتولي ليا الكريمه بهذا الشكل، فما كتجيش عاقده بزاف فكتجي خفيفه كيف ما كتشوفوا. غادي نمشي دابا باش ناخذ الكيك ديالي وغادي نخوي فوق منه هاد الخليط. فغادي تلاحظوا معايا الكيك بعد ما خرجته من الفران وهاد الطبقه الثانيه ما كتبقاش كتلصق كيف ما كتشوفوا. غادي نخوي عليها هاد الخليط ديال الكريمه اللي حضرت معاكم. غادي ندخل الكيك ديالي للثلاجة، غادي نخليه ليله كامله، فضروري تصوبوا هاد التورطات اللي كيكونوا دائما كيحتاجوا انهم يبردوا، فمن الاحسن انكم تخليوها ليله كامله في الثلاجه اولا كديروها في الصباح وكتناولوهم في العشيه، كيجي المذاق ديالهم غزال بزاف ملي كيكونوا باردين. بالنسبه لي انا قطعت قطع اللي هي صغيره كيف ما شفتوا وزينت بخطوط من الشكلاط، وخديت انايا واحد البسكوي فيه الشكلاط وكيجي مقرمش، ف فرتتو ودرتو كيف ما كتشوفوا، درتو في الوسط بهذا الشكل. فبالنسبه للتزيين كتزينوا باي حاجه متوفره عندكم في البيت، فماشي ضروري ديروا الفواكه الجافه اللي ما كتكونش بعض المرات متوفره عندنا في البيت، فكناخذوا اي بسكوي ولا اي حاجه وكنحاولوا نديروه في الوسط وكيجي الكيك ديالي على هذا الشكل. فكنتمنى انكم تجربوه لانه غزال بزاف. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.